ونظمت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صنع الحياة المعسكر التدريبي الأول لتعزيز قدرات الشباب وتطوير آليات إدارة الحالة في الفترة من الثالث وحتى الخامس من أكتوبر الجاري، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي. يهدف المعسكر لطرح تصور مختلف وتشاركي لإدارة الحالة من خلال وضع نموذج يحتذى به في مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يمكن المتطوعين من لعب دور فعال في عملية اتخاذ القرار وصياغة الحلول المتعلقة بإدارة الحالة. كما يتيح هذا النهج تمكين المتطوعين من أن يكونوا جزءا رئيسيا في عملية اتخاذ القرار وصياغة الحلول المتعلقة بإدارة الحالات الاجتماعية، مما يعزز الملكية للمخرجات النهائية. ويسهم هذا النهج التشاركي في بناء قدرات الفرق الشبابية من خلال التعلم الجماعي وتبادل الأفكار والخبرات، مما ينعكس إيجابيا على تقديم حلول مبتكرة وفعالة لإدارة الحالات. هذا بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا النهج في تحسين التواصل مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين لضمان استدامة الحلول وتبنيها على المستوى الوطني.